ما معنى قول ابن القيم رحمه الله في نونيته: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان؟ نعم، اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، زادوا النون، حبة في حنطة، فزادوا النون التي ما أنزلها الله في التوراة. الأشاعرة وأتباعهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء، يقول استولى، فهذه لامهم، استولى اللام هذه من عندهم، يقال استوى ولا يقال استولى. نعم.